تحتوي أعظم مدن العالم على قصص مخبأة عن مرأى الجميع. مانهاتن، وهي جزيرة من التلال، أصبحت أقوى مدينة في العالم. هناك ديناميكية كبيرة للمدينة. تتموضع مبانيها الأسطورية على الحجر من خلال طموح رجل واحد، والأطعمة المفضلة ترسم لوحة أشهر الشوارع فيها، والمعلم المركزي فيها محفوظ بفضل امرأة واحدة. تشعر في نيويورك أن الكثير ممكن دائماً. يحتشد الملايين هنا يوميا. تخرج من الطائرة وتشعر بالصدمة، فأنت تشعر بطاقة المدينة. لأن الأفضل في نيويورك هناك الموسيقى والطعام والناس. يضع المعايير للعالم. تتمحور ثقافة يورك كونها لا تنام. مانهاتن تعرف معنى المدينة. ليست هناك مدينة في العالم تشبه نيويورك. الثامنة صباحاً، تنطلق كريستي براون بحوامتها نحو المدينة الحديثة، وهكذا يبدو المنظر في رحلتها. نحن نقترب من تمثال الحرية. كقائدة حوامة عالية التدريب، هي واحدة من المئات الذين يحلقون نحو قلب نيويورك سيتي يومياً. سنستدير يساراً ونحلق فوق نهر هيدسون. بطول 21 كيلومتراً وعرض 3 كيلومترات، هذه هي مانهاتن. يعتبر 1.5 مليون إنسان هذه الجزيرة موطناً لهم، ويأتي إليها ما يقارب 3 ملايين شخص لينضموا إليهم يومياً. إنها المدينة الأعلى كثافة سكانية في أمريكا والأكثر قيمة، ويمكن أن يساوي قدم مربع واحد على هذه الصخرة أكثر من 1 مليون دولار. سكان نيويورك مستعدون للعيش فوق بعضهم البعض لمجرد التواجد هنا، ولكن عاملاً واحداً جعل مانهاتن أكثر نجاحاً من أي مدينة كبرى قبلها، فقد بنيت على شبكة فريدة. الآن يمكنكم رؤية شبكة نيويورك، إنها مذهلة، لأن نيويورك لن تكون تلك المدينة من دون الشبكة. مانهاتن تعني جزيرة التلال، وقبل 200 عام هذا بالضبط ما كانت عليه، تلال متموجة وغابة وأرض زراعية. كان هناك طريق وعر واحد يمتد من القسم الغربي الأعلى باتجاه الطرف الجنوبي لمانهاتن، وكان معدل النمو السكاني سريعاً في البلدة التي كانت بحاجة إلى التوسع. ألقى رجل واحد على عاتقه مهمة تخطيط النمط الحديث للمدينة، جون راندل جونيور. ففي سن 20 فقط حصل على منصب رئيس دائرة المساحة في مدينة نيويورك، وهو منصب سعى للحصول عليه. وبهوسه بالدقة الهندسية، كانت لدى راندل رؤية جعلت منه شخصاً مكروهاً، فقد كان يريد تحويل تلال مانهاتن المتموجة إلى شبكة متراصة من المستطيلات. وخلال 6 أعوام غرس ما يقارب 2000 وتد في الأرض، وذلك دون الاكتراث للأملاك الخاصة أو طلب للتفويض، وحتى المنازل والشركات لم تقف في طريقه، وكان ملاك الأراضي غاضبين. لم يكد الدستور الأمريكي يظهر حتى اعتبر ما يفكر فيه راندل مخالفاً للقانون، فاعتقله مأمور البلدة ووضعه في السجن، ولكن التهم أسقطت عنه. طلب راندل العون من حلفائه النافذين في المجلس البلدي وعاد إلى عمله المكروه. لم تولي الخريطة النهائية اهتماماً للتضاريس القائمة، وأدت خطته إلى جعل التلال مسطحة ودمرت 700 منزل. ما ظهر هو شبكة من 12 جادة وأكثر من 200 طريق متقاطع،
وفي القرن التالي بدأ أكثر من 100,000 مبنى بالظهور في مكان ضيق قياساً بالمدن الأخرى. ازدهرت التجارة والصناعة وأصبحت قيمة الأرض عالية جداً. وفي عام 1900 كان مليونا شخص يعيشون ويعملون في هذه الجزيرة الصغيرة، وذلك تجاوز حتى توقعات راندل. وفي يومنا هذا في مركز المدينة يحتوي واحد من أكثر المتنزهات إقبالاً على بقايا من عمل راندل، وما زال آخر وتد معروف استخدم في شبكته موجوداً هنا بعد 200 عام. إن نظام الشبكة في نيويورك مذهل، إنه بسيط جداً وجميل للغاية، وهو يعطي المدينة شكلاً جميلاً. من المذهل أن نفكر أنهم صمموها قبل ظهور السيارات. الشبكة التي كانت مكروهة في زمن راندل هي التي أنشأت مانهاتن الحديثة، ولكن هناك شارع واحد أربك حتى جون راندل جونيور، وهو ذلك الطريق الممتد من القسم الغربي الأعلى إلى الطرف الجنوبي لمانهاتن، وبقاؤه هو السبب في اتخاذ أبنية مانهاتن لشكلها المثلثي المميز. من الأبنية المفضلة لدي مبنى فلات آيرون الذي يقع في تقاطع شارعي برودواي وآدمز، وهو على شكل قطعة جبن. برودواي هو الآن أشهر شارع في أمريكا، وهو يتبع مسار طريق تأسس منذ 1000 عام على يد الهنود، وكان يمتد من المخيمات الواقعة في شمال غرب الجزيرة نحو الشاطئ الجنوبي، وكان ذلك لغرض واحد وهو حماية المحار. كان مرفأ نيويورك يصدر نصف المحار الموجود في العالم بأكمله، وكان بعض من أكبر تجمعات المحار موجوداً في جزيرة صغيرة قبالة مانهاتن، وكانت تعرف باسم جزيرة المحار لسبب منطقي. كان المحار جزءاً من الحمية اليومية للأمريكيين الأصليين قبل أن يستوطن أي أحد منا. يمكنك الوصول إلى النهر لرؤية المحار. أعني أنه مكان مثالي لاصطياد البحار، لأن هناك نهرين يلتقيان هنا، نهر هيدسون والنهر الغربي، وهما يلتقيان هنا في مرفأ نيويورك مع تدفق مياه المحيط الأطلسي، وكان هذا مركز توزيع المحار إلى العالم. لمئات السنين كان المحار مصدر الغذاء الأساسي للأمريكيين الأصليين والمستوطنين على حد سواء، ويشكل طريق برودواي غير التقليدي شهادة على ذلك التاريخ، وكذلك امتلاء نيويورك بمطاعم المحار، ومن ضمنها جزيرة إليس البادية أمامنا. جراند بانكس هو قارب تحول إلى الصيد لإحياء تقليد المحار، ومقابل 3 دولارات للقطعة الواحدة لم يعد المحار مجانياً، ولكن شعبيته كبيرة. أنا من سكان نيويورك، والمحار مهم جداً للمدينة. أحب المحار، أنا من محبي محار الساحل الغربي. ارتفعت مبيعات المحار بنسبة 800% في العقد الأخير. نقوم بتقشير 300 قطعة من المحار يومياً. في القرن 19 أفسحت تجمعات المحار الطريق لخطوط الشحن، وحصلت جزيرة المحار على اسم جديد، جزيرة إليس، وهي المدخل إلى الولايات المتحدة. لطالما كانت نيويورك وعاءً جامعاً أصيلاً. العديد من الناس يأتون إلى نيويورك وهم يريدون تحقيق أحلامهم هنا. في مطلع القرن 20